بالنسبه لك انا اداره سلاليات من بعد ما سيدنا عطى الاشاره ديال ان تكون عندنا والي في جهه الغرب شرارده، عندنا امراه يعني السيده الوالي ديالنا حنا ديال جهه الغرب شرارده امراه، وبهذا من تعطات الوالي الاشاره ان تكون في القنيطره، عطات اشاره ان يكونوا نائبات سلاليات. لاول مره في المغرب كله كيكونوا نائبات سلاليات، حنا كنا كاول تجربه بالنسبه للنائبات، وكنا كاول تجربه بالنسبه للاستفاده، حنا اول وحدين استفدنا في المغرب قبل ما يكون حتى شي قرار. الرجل الوالي كان كيكون نائب، ما كانش عندنا نهائيا المراه، والعرف ما كانش حنا شكون كيسيدنا، كيسيدنا عرف، وحنا العرف ما كيعطيش للمراه انها تستفيد في اراضي الجموع، ما تستافدش من الاستفاده ديالها. ولكن الحمد لله من بعد النضال، من بعد كان نضال ديال السيدات، ما غنساوهمش منهم الحاجه من انا صحيح يعني كانت دايره جمعيه وكانت كتناضل، السيده ناضلات بزاف. ولكن عاود الفضل كيرجع للنواب، لان كلشي كيبقى للنواب، لان النواب هما اللي كيسيب، النواب ولاد البلاد الحمد لله، والسلطه، وكان كلشي الحمد لله معانا، كان كلشي نتفاهم معانا. كانت مشاكل في الاول، لا كانت مشاكل من طبيعه الحال، لان كاين المؤيدين وكاين المعارضين، كاين اللي باغي يعطيك وكاين اللي ما باغيش يعطيك. النواب في الاول كانوا مترددين انهم يعطيو، كانوا خايفين من ردة الفعل ديال ولاد البلاد، لان حنا شنو كيما قلت لك، حنا كاين طابع جمعوي كيسير، ماشي جمعوي كنقصد به جمعيات، كاين طابع جمعوي يعني عائلات اسر، كاينين خوت ما بغاوش يعطيو لخواتاتهم في الاول. ولكن كاينه نسبه مؤيده وكاينه نسبه معارضه، من طبيعه الحال المؤيده غلبت على المعارضه، والحمد لله حنا انت كتشوف حاليا. بالنسبه للعائلات اللي ما عندهمش الاولاد، ملي كانوا كيستافدوا ما كانوش هما كيستافدوا، لان ما عندهمش الولد، ما عدا الا كان الاب بوحدو اللي غيستافد، إذا عنده غير بنات، راه البنات كلهم ضايعين، يعني كتكون استفادة وحدة، الدار كلها كتكون فيها استفادة وحدة، يعني بالنسبة لنا هذاك السيد راه كان ضايع. مثلا عنده 6 البنات أو 7 البنات تبارك الله الله يخليهم لي، ولكن راه ما عندوش نهائيا استفادة، كاينة استفادة ديال فرد واحد. هذاك من طبيعة الحال كان ضايع. بناته غيبقى فيهم الحاج، وغيبقى يقول في نفسه كون كانوا عندي ولاد. ربما انا هذا التصور ديالي، احنا مشينا بالعرف، احنا ما غيرناش العرف، احنا شنو اللي تغير في العرف؟ تغير في العرف ان دابا البنت كتستافد اذا كان باها سلالي، مثلا انا الاب ديالي سلالي، احنا كنستافدوا ولاد وبنات، ولكن اذا كانت الام سلاليه تستافد الام بوحدها، ما عندناش الام كيستافدوا ولادها.